انا نعم جاي نقرا ايكو زعما باش نسلكها ايش يستنى فيا اي مالا تعرف كيفاش تبع الفيديو هذي تتفهم. عسلامتكم، معكم حسني بن طيب استاذ تصرف في بلاتفورم لسينا اكاديمي، وجيت اليوم باش نجاوب على برشا من الاسئله اللي يدوروا في بالكم. اول كومبيتونس هي الاورغانيزاسيون، التنظيم. لازمك تعرف تنظم وقتك ولي ريسورس ديسپونيبل اللي عندك باش توصل للاهداف نتاعك. الكومبيتونس الثانيه هي الكوميونيكاسيون. وقت نحكيو على الكوميونيكاسيون باش تعبر على افكارك وتوصل فكرتك، سورتو غدوه باش تولي تخدم في ايكيب في شركه. الكومبيتونس الثالثه هي لا بريز دو ديسيزيون. احنا باش نلقاو روحنا سوفون باش ناخذوا القرارات اللازمه باش نختاروا ما بين دي سيتواسيون بعد بطبيعه الاناليز وليتود. الكومبيتونس الرابعه والاخرانيه اللي باش نمدها لكم توا هي لا كاباسيتي دادابتاسيون. كل واحد فينا يلزمو يتاقلم مع المحيط نتاعو. احنا في عالم متطور، مثلا كنا قبل الكونتابيليتي نخدموها بالورقه والستيلو، توا يجيك يقول لك تخدم لي بلوجيسيال. انت تتعلم لوجيسيال، تجيك الفيسك تقول لك لا يلزمك تخدم لي لوجيسيال واحد اخر. ما نحكيوش على تبديل العروفات انسي دو سويت. دونك يلزم تكون عندك القدره على التعلم. نجيو توا للخاصيه اللي تخص التلميذ ناوي يتوجه ايكونومي جيستيون. راهو بلاش فرونسي ما تنجمش تكون متميز في هالمواد هذوما، ما تنجمش تفهم لي لونسي، دونك ما تنجمش تعرف شنو مطلوب منك وما تعرفش تجاوب بالصحيح. وماذا بينا زاده يكون عندنا شويه معلومات في المات، ما نكونوش ظلام باش نجمو زاده نخدمو جيستيون بالكدا. من بين اكثر الاسئله اللي لقيتها، شنو ما لي ديفي اللي تنجم تعترض تلميذ يقرا ايكونومي وجيستيون؟ اول ديفي يجي لبالي هو الفوكابولير تكنيك. الجارغون تاع ليكونومي وجيستيون ماهوش مستنسين بيه، ما نحكيوش بيه في ديارنا. مثلا كي نسمع كلمه إلاستيسيتي، كي نسمع كلمه امورتيسمون ولا اجيو، تمشي ساعات للبنك يحكي معك بكلام ما تفهموش. هذا يتطلب للتلميذ شويه تركيز. احنا بالطبيعه باش نشجعوكم على انكم تعملوا ديفيش تقيدوا فيها لي فوكابولير جدد هذوما وتاخذوا لي ديفينيسيون تاعهم. الديفي الثاني هو لابستراكسيون دي كونسيبت. التلميذ ماهوش ديما نعاود نقول متعود عليهم ويحسهم تيوريك لي كونسيبت هذوما. مثلا كي نقول لك امورتيسمون انا، ولا نقول لك انا انفلاسيون، هذوما الكل يخليو التلميذ متقلق. ما تخافوش، احنا في لسينا اكاديمي الكور نتاعنا يكون بازي على دي زيكزامبل كونكري ويكونوا من لا في كورونت. مثلا نجي للتلميذ نقول له ايش معناها امورتيسمون، في عوض نعطيه ديفينيسيون نقول له يا سيدي عندي كهرباء مشريه ب 50 مليون بعد عام قداش باش تولد. هو ما غير ما يشعر باش يقول لي مثلا 40 مليون. اي زعما علاش؟ باش يقول لي خاطر استعملناها. دونك قول له مالا لامورتيسمون هو اون بيرت ولا ديبريسيسيون دو لا فالور دو للوزاج. باهي نقول له اسمعني، لقيت البارح في الفترينا ايفون 15 سومو مثلا 5 ملايين، بعد عام قداش يولي سومو وهو مازال في الفترينا؟ باش يقول لي ولا سومو 3 ملايين. مالا اكيد استعملناه هذاك علاش قيمته طاحت. يقول لي لا ما استعملناش. مالا لامورتيسمون ماهوش بيرت ولا ديبريسيسيون دو لا فالور دو سولمون ا لوزاج، مي على خاطر ثم مثلا ايفون 16 باش يخرج جديد. دونك لو بروغري ولا ليفوليسيون تكنولوجيك تخلي الحاجه تفقد من القيمه نتاعها. هكا كيفاش نجمو، عطيتكم اكزومبل صغير كيفاش نجمو نفسرو تلامذتنا مثلا لامورتيسمون ولا دوتر كونسيبت. ثم ديفي اخر يخص برانسيبالمون تلامذة ليكونومي جيستيون اللي جاو للبرونش هذيا على خاطرهم ضعاف في المات والا ما يفهموش جمله فيزيك والا بيان سور لي ماتيير لي تيرام. بالنسبه لي هو ليكونومي جيستيون هي الغفوج. لهنا ردوا بالكم، راكم باش تلقاو روحكم قدام دو ماتيير جدد ما تعرفوهمش، ما عندكم عليهم حتى فكره. دونك يلزمك تلقى فيس على ليكيليبر نتاعك اي سورتو تكون مقتنع بالبرونش اللي انت فيها. اهم نصيحه نقولها لهنا انه كل تلميذ باش يتبع ليكونومي وجيستيون لازم يكون كوريو، لازم يكون يحب يعرف يحب يتعلم. راهو الطبيب ما نسالوه كان على الطب، المهندس ما نسالوه كان على الهندسه، اما راهو اللي باش يتعدى ايكونومي جيستيون لازم يكون بوليفالون. غدوه راك باش تخدم في شركه تنجم تكون عندها علاقه بالاندستري اغرو اليمونتير، تنجم غدوه تكون باش تخدم في كلينيك، تنجم غدوه تخدم في شركه نتاع بترول. هذاك علاش يلزمك تعرف لي دومين الكل ما تسلمش. صحة ثانية هي يلزم تتمكن من لوتي انفورماتيك ولا لوتي نيميريك.
الدنيا قاعده تتطور بالانتيليجنس ارتيفيسيال توا لي سوبور كلهم ولاو نوميريك دونك ما يجينيش واحد يقول لي انا ما نقرا كان بالورقه والستيلو اكهوا على خاطر غدوه راك ماكش باش تخدم بالورقه والستيلو سورتو كان باش تخرج البر. النصيحه الاخرى اللي نعطيها هو انه يلزمك تبدا ديما على قاعده صحيحه وهذا ميزه بالنسبه لنا احنا خاطر عباره فسخوا وعملوا جديد. انت باش تقرا ايكونومي جيستيون اول مره دونك يلزمك تبني على الصح. انا ديما نقول لتلامذتي راك اللي تقرا فيه توا هو معون الخدمه ما تجيش تقول لي سي ان اس اس اكها واكا سي ان اس اس ما تعرفش معناها السي اش معناها الان اش معناها الاس اش معناها الاس دونك يلفو ميتريزي لي كونسيبت يلزمك تكون متعمق وفاهم فاش قاعد تعمل باش تكون اكسيلون غدوة كو سوسوا في قرايتك والا في خدمتك. ما فماش احسن من انه تلميذ ولا جروب ديليف يعملوا سيمولاسيون دو كرياسيون دونتربريز معناها يحاولوا يعملوا شركه وهميه. في الشركه الوهميه لهنا باش يتذكر اللي قراه في الكور الكل مثلا لا ناتور داكتيفيتي دو لونتربريز لا فورم جوريديك لي فونكسيون دو لونتربريز هذا الكل باش تراه دون فاسون كونكريت وملموسه. النجم زادا اخر العام برشا من تلامذتنا يعطيهم الصحه يكرموا اساتذتهم ودايوغ نحيي تلامذتي اللي كرموني كل عام يطيبوا خبزه جاتو نجموا احنا واحنا نطيبوا في خبز الجاتو نحسبوا الكوم تاعها دونك قداش تكلفت لنا هالخبزه هذيا وتكلفت لنا غالي خاطر حطينا فيها زبده المره الاخرى حطينا فيها مارغارين دونك تكلفت لنا اقل وكي نقصوا في خبز الجاتو باش نعطيوها لاصحابنا باش ياكلوها ولا لاساتذتنا تخيلوا كان جينا باش نبيعوها دونك انا هو السوم اللي باش تبيع بيها تري في الجاتو هذيا وقداش باش تربح دونك هذوما الكلهم سو دي بروجي محلاهم يغرموك بالماتيير وفي نفس الوقت انت قاعد تعمل في حاجه فرحان بها. احنا اترافير الكور نتاعنا ديما نعطيو كيما كنت نحكي لكم قبل دي زيكزامبل كونكري جايين من لا في كورونت اكزامبل صغير باش نفسر له انا لوفر اي لا دوموند نجم نقول له باغ اكزامبل باش تمشي تشري تذكره باش تسافر علاش سوم التذكره يكون اغلى في الصلاعه من انه في سير ليان باش يقول لي على خاطر الناس الكل تسافر في الصلاعات ومن هنا الدوموند يكبر الوغ كو لو بري بالطبيعة باش يكبر. مثلا باش نفسر له ان الانفلاسيون الانفلاسيون باش نقول له انا شوف الخبزه قداش كانت بون ما نقولوش شوف الخبزه خاطر الخبزه ما تبدل سومها برشا اما نقول له شوف مثلا كيلو البطاطا قداش سومه ولا كعبه الياغورت قداش سومها عام 2000 قداش ولا سومه عام 2004 دونك نجم نفسر له لي كونسيبت هذوما دي زيكزامبل خارجين من البيئه نتاعو من الواقع نتاعو. باش نعطيكم مقوله قالها كاتب وباحث وهو بروفيسور في المانجمنت امريكاني اصله نمساوي بيتر دريكر قال لك لا ميور فاسون دو بريدير لافنير سي دو لو كريي دونك لازمك تكون اكتيف لازم يكون عندك لينيسياتيف هذايا المقوله الاولانيه. وبما انكم سالتوني على لي ديفي انتوما ثم مقوله الحقيقه نسيت شكون قالها تقول لو سوكسي اون جيستيون سي دو ترانسفورمي لي ديفي اون اوبورتونيتي معناها لازمك تكون كرياتيف. الحقيقة نلقى اليوتيوب هو من بين أهم لي سورس سورتو احنا في ليسينا أكاديمي عنا بيبليوتيك كبيرة في الشان نتاعنا بضحك ولعب ولات فيها تبارك الله معناها دي فيديو في لي دومين الكل مش كان في ليكونومي وجيستيون كهو. فما زاد لي دوفوار لقدم وزارة التربية عطاتنا باك بوينتين تنجم تستعملوهم سورتو جماعة الباك تلقى فيهم تلقى فيهم سامحوني لي دوفوار لقدم والكوريكسيون نتاعها. واللي موجود في الشان اللي سينا اكاديمي هو 1% من اللي باش تلقاه في البلاتفورم خاطر في البلاتفورم باش تلقى الكور الكل تاع بروجرام تاع عام كامل باش تلقى لي زيكزيرسيس بالطبيعه ثم شكون اللي نجم يتحصل على لايف باش يكون عنده دي سيونس انتراكتيف هو والسيرفر نتاعو وبيان سور لي بي دي اف وكل ما تحتاجه باش تنجح وباش تتفوق. وهكا نكون كملت جاوبت على الاسئله نتاعكم. كان عندكم اسئله اخرين نيزيتي با انا موجود يا اما على لي ريزو سوسيو نتاع لي سينا اكاديمي والا بيان سور كونتاكتيو لو بلاتفورم كانكم انتريسي بعروض لي سينا اكاديمي. في الامان.